قطاع ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو قطاع مهم جدا لتنمية الاقتصاد الوطني والشغل، خاصة للشباب والنساء، وعنده كذلك دور مهم جدا في المساهمة في العدالة الاجتماعية والمجالية. وحنا كنعملوا النهوض بهذا القطاع المهم، خاصة وأن في بعض الدول يمكن له يمثل حتى 10% من الناتج الداخلي الخام. بلادنا عرفت الحمد لله واحد التطور مهم في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة بعد انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاستراتيجيات القطاعية. في اليوم هذا القطاع كيشكل تقريبا 22,000 تعاونية اللي كيشتغل بها أكثر من 500,000 متعاون، وهي كذلك كتشكل من 130,000 جمعية وكثر من 60 تعاضدية. اليوم هذا المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله في مدينة وجدة كيبرهن على هذا التطور اللي دوينا عليه في هذا المجال. غادي نعرفوا اليوم في هذا المعرض مشاركة 700 مؤسسة مع الشركاء من جهات المملكة بكلها وجمعيات وتعاونيات، وكذلك يعرف مشاركة مؤسسات من 20 دولة صديقة وشقيقة، وإن شاء الله كنتظروا زيارة ديال أكثر من 300,000 الناس في هذا المعرض. الهدف من هذا المعرض كما كتعرفوا هو بالطبيعة الترويج والتسويق، وهو كذلك التعريف بالمنتوجات، وكذلك مبادلة التجارب عبر ندوات وعبر لقاءات بين المهنيين. وكذلك غيعرف هذا المعرض دورات تكوينية وتحفيز بعض الجوائز لبعض المهنيين وبعض التعاونيات. وبهذه المناسبة كنتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم وفي نجاح هذا المعرض ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكنرحب بجميع الضيوف المغاربة والأجانب.